في هذا الشارع وعلى رصيفه الذي تتزاحم بجانبه المركبات، يستلقي يوسف مع عائلته الصغيرة التي اتخذت من هذا المكان مسكنا لها. فهذه العربة هي سرير له ولأخيه الأكبر، فيما يقضي والدهم يومه مستيقظا لحمايتهم من أي خطر قد يلحق بهم. أبو محمد يشكو ضعف حيلته، فما وصل إليه من حال كان قد فرض عليه بعد أن تخلت عنه شريكة حياته والأقرباء، ووجد نفسه مرميا في الطرقات إلى جانب طفليه. ماكو مستقبل، يوم يومه، بس في سبيل احافظ على الجهال انه ما ينحرفون وما يصير بهم شيء، هاي لا اكثر ولا اقل. يعني احاول شلون اقول اشخط يوم بيومه لحد ما الله يفرج، شلون يفرجها بعد ماضي. لان هاي يعني لا اقدر انه اجر، عندي امكانيه انه اجر، ولا عندي امكانيه انه مثلا اكو شغل انه اروح اشتغل، ولا رعايه اجتماعيه انه يستلم راتب حتى اقدر اروح اجر بي. والمره بيتها اللي راحت اني بعثني الاخ. يعني زين، ايش عجب الاطفال ما خليتهم يوم امهم؟ ما يقبلون اهله، ما يقبلون اهله، حتى ذولاك يبصروا ما يقبلون، ما يقبلون. يقول تجيني انت، تجيني جالي وياك، هو مو غربه يعني بيت عمي. افعال متناقضه ومتعارضه يسلكها الاطفال مجبرين بفعل الضائقه الماليه الجاثمه على صدورهم، فبين العمل متحدين الفقر والجوع، وبين ما كتب عليهم من أقدار تجعل منهم ضحايا للمجتمع. فهؤلاء الأطفال يمثلون واقع حال أكثر من 7 ملايين طفل عراقي يحتاج إلى مساعدة، فقد وجدوا أنفسهم مرغمين على العمل، تاركين مقاعد الدراسة ودفء العائلة الذي غاب عنهم. كان شغلنا قبل يجي الشتاء، كنا نشتغل على الماء وعلى البنزين، هسه بس شوية نبيع ماي وبعدين بنزين. ايه، وقبل يعني كنا نبيع بهذا الشارجي ماي هم. يعني شنو اللي تتمناه يوسف؟ صار عندنا بيت. واي، على اعتاب هذه الطرقات تسلب البراءة وتطيح بزهور المستقبل ذابلة خاملة بلا هدف يروي عطشها. أطفال بلا مستقبل وحقوق تتناثر أحلامهم مع الريح كأي حلم وردي، ليكونوا كالقنبلة الموقوتة التي قد تتفجر ولو بعد حين. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.